تحية رياضية مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، والتي جمعت بين الكرامة وضيفه الجيش في مدينة حمص. الجيش بادر بالتسجيل بواسطة مؤمن ناجي في الدقيقة 36. قلنا مؤمن ناجي من أبرز عناصر الفريق. وقبل نهاية الشوط الأول عادل حسن العويد النتيجة لأصحاب الأرض. وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها ليرفع الكرامة رصيده لسبع نقاط في المركز الثالث، وهو نفس رصيد الجيش صاحب المركز الرابع. وفي بقية نتائج المرحلة انفردت الشين بالصدارة بفوزه على الفتوة بهدفين دون رد، وبنفس النتيجة فاز الوحدة على الوثبة والطليعة على الحرجلة، كما تغلب حطين على جبلة بهدفين لهدف، فيما حسم التعادل لقائي الحرية مع الاتحاد والساحل مع الشرطة. هدف تأكيد الصدارة وتأكيد نقاط اللقاء، يرفض الاحتفال أمام فريقه السابق. يا سلام عليك يا ورد، بعد تمريره ولا أروع يسجل الهدف الثاني لفريق. إذن منافسات مثيرة في الجولة الثالثة من الدوري السوري الممتاز. تشرين انفرد بالصدارة وثلاثة فرق تبخترت في الوصافة. لمناقشة كل ذلك وأكثر ينضم إلينا من مدينة كيل الألمانية الكابتن عبد العزيز مخصو، مدرب نادي أزادي كيل. فأهلا ومرحبا بك كابتن عبد العزيز على شاشة قناة اليوم. كابتن عبد العزيز معنا؟ يبدو أننا الكابتن عبد العزيز لا يسمعنا. كابتن عبد العزيز، اذا كما ذكرنا تحياتي استاذ عبد الجبار لك ولكل المشاهدين، كل التحيه ومساء الخير. مساء الخير كابتن عبد العزيز. اذا كما ذكرنا تشرين يسرح ويمرح، ومن دمشق يعود بثلاث نقاط ينفرد بها بصداره الترتيب بالعلامه الكامله. طبعا نقول الف مبروك لنادي تشرين هذا الفوز الهم، وفي هذا التوقيت التوقيت المناسب، يعني بعد صحيح الاسبوع الثالث ثلاث نتائج ايجابيه وسجل خالي من الخسائر والاهداف، عمل جيد. هذا دليل على الاستقرار الاداري والتدريبي و مثل ما يقولوا روح الانتصار وروح الفريق البطل. لدى فريق تشرين من عام ماضي كان بطل وما زال يحافظ على اسمه كبطل إلى جولة ثالثة. نعم كابتن عبد العزيز، لو عدنا لشريط المباراة يبدو أن مدرب تشرين أحسن توزيع جهد لاعبيه خلال الشوطين. في الشوط الأول سجل وارتاح، في الشوط الثاني أيضا ثبت فوزه بتسجيل الهدف الثاني. هذا دليل أنه المدرب الفريق دارس لاعبيه بشكل مضبوط ويضع التشكيلة المناسبة، وهذا نتيجة كما قلت لك سابقا استقرار، يعني المدرب على اطلاع كامل على وضع لاعبيه وزرع روح الفوز لدى فريقه، فهذا دليل انه الاستقرار التدريبي من الضروريات. الاستقرار التدريبي، لو نرجع الى الفرق ال 14، يعني عندك فريقين عندهم استقرار تدريبي، باقي الفرق كلياتها قامت بتغيير، حتى اليوم تم ايقاف بعض المدربين. مدرب تشرين عرف تنظيم اللعب وعرف يعود بالنقاط الغالية. نعم، بالمقابل كابتن الفتوة لم يحسن مجاراة ضيفه تشرين لا في الدفاع ولا في الهجوم. فريق فتوة كما نعلم فريق جريح، يعني صار له سنتين تلعب خارج أرضها، يعني هذا عامل سلبي. صحيح نادي فتوة نادي له تاريخ وله إنجازات، لكن في الفترة الأخيرة يعني فريق يعني جريح، فريق طالما ما يلعب خارج أرضه وطالما كل مبارياته خارج أرضه، فصعب يجاري تشرين المستقر من كل النواحي. نعم، لكن الكابتن يعني فريق بعراقة نادي الفتوة يحتل المركز، طبعا من المبكر الحديث عن المراكز باعتبارنا في المراحل الأولى من الدوري، ولكن نقطة واحدة لا تليق بأزرق الدير.
استاذ عبد الجبار، يعني مثل ما تفضلت بهالفتره صعب تقيم، لكن من خلال متابعتنا للدوري السوري منذ زمان، يعني الدوري السوري بصراحه مطابقين، يعني الدوري السوري مطابقين طابق، يعني ست فرق تحتل دائما الطابق الاول، الفرق الثانيه تحتل الطابق الثاني، يعني في تويب هالسنين الاخيره يعني تقريبا يعتبر من الفرق الطابق الثاني، يعني بس انا برايي لو يحافظ على 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 البقاء في هذا الموسم فسيكون انجاز، لانه صعب تكمل موسمين ثلاثه خارج ارضك، فنادي عريق لكن ظروفه اقوى منه. نعم فعلا ظروفه صعبه وحرجه وهو يلعب خارج الديار كما تفضلت. نبقى في العاصمه كابتن، الوحده الفريق الدمشقي يغرد ايضا بالفوز ويقفز الى وصافه الترتيب بعد تحقيقه الانتصار المهم على الوثبة بهدفين دون رد. بصراحة يعني فوز مهم أيضا لفريق الوحدة، فريق وحدة كمان تاريخ وفريق مستقر من منذ فترة من زمن جماهيره، لكن كنت أتوقع أنه يقدم أفضل من 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 هذه اللعبة، لأنه كمان دعم صفوفه السنة الماضية كان نتائجه أفضل من هذه السنة، لكن طالما المباراة على أرضه وحقق ثلاث نقاط فهذا يكون عامل مهم أنه يضل يحافظ على الوصافة ويحافظ على المنافسة. يعني حقيقة يبدو واضحا أنه تشرين واحد جيش كرامي هذه الفرق سيكون من الآن يبدو واضحا أنه بدأ تصارع للحفاظ على اللقب أو مثل ما يقولوا حسم الدوري بشكل مبكر. كابتن عبد العزيز، ماذا حل بالوثبة وصيف الموسم الفائت؟ يعني رغم الغيابات الكثيرة والعقوبات التي طالت لاعبي الوحدة كما تعلم، لم يستطع الوثبة لا تقليص الفارق ولا مجاراة الوثبة، عفوا الوحدة. يعني لو نرجع إلى التاريخ، النادي وحدة أستاذ عبد الجبار، وحدة من خلال النتائج يعني ومن خلال الاهتمام والدعم، فريق الوحدة يعتبر مدرسة، فريق الوثبة يعني الموسم الماضي كان جيد، هالموسم أتوقع يكون جيد، يعني خسارة مباراة لا يعني أنه نهاية الدوري، فريق بده يخسر، هم فريق أنه كيف يعوض الخسارة، يعني ما يكون هذا الخسارة إلا نحن المشكلة عندنا بالأندية السورية، بس فريق يخسر مباراة صحيح يعني يؤثر على اللاعبين، يؤثر على الجهاز الإداري على الجهاز التدريبي، دوري طويل ولسه في وقت، يعني خسارة مباراة لا يعني شيء، لازم يتقبل الفريق الخسارة ويتقبل شلون يفوز، لازم يتقبل الخسارة كمان يقدر يعوض بالمباريات الباقية، ولسه الدوري بداياته ما راح يعني يحدد بعض الامور الا في المراحل المتاخره. نعم وهذه هي كرة القدم، فيها الفائز والخاسر والمتعادل. نترك دمشق ونذهب الى حمص حيث انتهت القمة الكروية التي جمعت بين النصر الحمصري الكرامة وضيفه الجيش بالتعادل الايجابي بهدف لهدف. لا غالب ولا مغلوب كابتن عبد العزيز. يعني نتيجة إيجابية للفريقين، يعني كلاسيكو الدوري السوري حقيقة، الكلاسيكو الدوري السوري يكون دائما بين جيش وكرامي العريق، يعني الفريقين لهم اسمهم لهم سمعتهم لهم شعبيتهم حتى على مستوى العربي وحتى على المستوى الآسيوي، يعني التعادل أتوقع نتيجة جيدة للفريقين، ويبدو أنه فريق الكرامي لن يكون ضيف كما السنة الماضية، أتوقع أن يكون في صراع للمراحل متأخرة من الدوري، سيكون في منافسة شديدة مع الأندية الأخرى، يعني مباراة تعادل إيجابي أتوقع لنتيجة عادلة يعني ولا مصلحة الفريقين في هذا الوقت. نعم كابتن عبد العزيز، في شريط المباراة الجيش كان الأقرب للفوز، طبعا التعادل كان أقرب بمثابة فوز بالنسبة للجيش الذي غامر هجوميا فنجح بتحقيق المراد. طبعا فريق الجيش معروف عنه فريق منظم، فريق مركز، يعني عنده استقرار اداري، يعني اهتمام كبير لفريق الجيش، يعني كمان يعني اكيد كان عينه على الفوز، لكن يجب ان لا نقلل من شان الفريق الكرامي كتاريخ، يبدو ان هالكم سنتين الثلاثه ما تقدر توضح معالم كل الانديه السوريه، يعني الظروف تغيرت
لكن طالما جابت نتيجة تعادل ومع الجيش أنا أتوقع يعني نتيجة كويسة للفريقين، نتيجة عادلة أتوقع مباراة حلوة كانت يعني. وهذا كرة القدم يعني ما لازم نستعجل على الفوز بكل المباريات. نعم، لكن كابتن الكرامة لم يستفد حتى من النقص العددي في صفوف الجيش بعد طرد المدافع عبد الناصر حسن. طبعا استاذ عبد الجبار لا يعني انه فريق يلعب ناقص انه لازم فريق ثاني يفوز، بالعكس مرات نشوف فريق ناقص لاعب كمان ويربح، يعني فريق الجيش ما راح يتاثر ب يعني مثل ما قلت لك فريق الجيش كاستعداد اجهز من فريق الكرامي، يعني من السنه الماضيه فريق الجيش ما تاثر مثل ما تاثر فريق الكرامي يعني، فجيش يبقى يعني من الانديه المنافسه لكل السنوات يعني، حتى افضل فريق هلا لو ترجع لبطل الدوري السوري فريق جيش يحتل 17، ثاني فريق كرامي عنده 8 بطولات، فريق جيش عنده 17، يعني مو هالفريق الهين مثل ما يقولوا انه تقدر تربح عليها وتقدر تفوز عليها كمان، يعني كل فريق يفوز على جيش انا اعتبر هذا نتيجه انجاز يعني حقيقه، يعني كل الانديتنا الى وزنها لكن جيش الى وزن خاص. نعم يعني يبقى فعلا زعيم الكره السوريه بحظه لالقاب الدوري اكثر من غيره من الفرق. كابتن لكن لولا نعسان الكرامه، اقصد حارس الكرامه، لكانت النتيجه كلام اخر، يعني لولا نعسان فعلا نعسان كان نصف فريق بكامله. استاذ عبد الجبار يعني معروف عن حارس اي 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 فريق، يعني هو انا اعتبره مو نصف، يعني انا اعتبر اي حارس جيد 3/4 شو اسمه احتمال، يعني الحارس مثل ما يقول هو على بيت القبان بكره القدم، يعني لما يكون عندك حارس فدائي شجاع ينقذ المرمى دليل انه انت يعني صعب تخسر يعني، والحارس كمان هذا دوره انه ينقذ يعني ينقذ، هذا حارس كمان وقف المرمى وما انقذ شو يعني مشكله يعني، كمان هذا الحارس فيها وحمص بالذات مشهوره بالحراس، يعني اغلب حراس المتميزين انا اعتبر حمص بعد تجي القامشلي، يعني معروفه الناديين كانوا متميزين بحراس اسماء لامعه بهالمدينتين يعني، وحارس كرامي يعني انقذ فريقه، هذا شيء جيد يعني ان شاء الله ينقذها بالمرات الجايه كمان، يعني حارس توفق وانقذ هذا النقطه ايجابيه تسجل للحارس وتسجل للفريق. نعم كابتن، هل التوتر والشد العصبي اثر على اداء لاعبي الفريقين واثرت على نتيجه المباراه؟ حقيقة يعني ما زال لاعبنا وما زال انديتنا يتأثر بحالة طرد، يتأثر باعتراض حكم بخطأ فني، يعني عندنا هون المشكلة، يعني يصير توتر يصير تشنج يصير اعتراضات، هذا ما يعني رونق المباراة تروح، يعني دائما نحن نقول انه خلي كل احساسك يكون بالمباراه، يعني حكم اخطا لاعبك اخطا لاعب الخصم اخطا، يعني انسى هالامور، لا توتر وتشنج ما يجيب نتيجه، بالعكس يؤثر على اداء الفريق، يؤثر على نتيجه الفريق، لازم نحن يعني نتخلص من هالحالات اللي تصير، يعني دائما نحن لازم نتخلص من التوتر من اعتراض من التشنج من خطا صفيره الحكم، يعني حتى حكامنا كمان يعني ايش عندهم؟ يعني حتى التقنيه الحديثه ما في، هلا كل الدول العالم صار عندهم التقنيه الحديثه، نحن ما عندنا شيء، يعني نحن كمان لازم نراعي ظروف حكامنا اللي بحاجه يعني الله يعطيهم العافيه يقدموا هالادوات البسيطه، يقدموا هالجهد، يعني لازم يعني اللاعب ما يتشنج، ما يتوتر، ما يضيع جهد فريقه مشان خطا او غلط تحكيمي او غلط لاعب او اضاعه فرصه، فهذا لازم هالعادات وهالتصرفات نتخلص منها قريبا ان شاء الله، دوري احترافي دوري ممتاز. نعم كابتن، لاحظنا الغياب الواضح لنصوح نجدلي لاعب الكرامه، كان مكانه واضح، التاثير واضح على فريق واداء الكرامه. طبعا كمان نعود بعض اللاعبين لهم وزنه بالملعب، يعني لهم يعني خصوصا بانديتنا، يعني في لاعبين لهم وزنهم لهم ثقلهم، يعني حتى لو بلكي مثال هيك خفيف اليوم نحكي مثلا اليوم الشوط الاول ميسي ما لعب، كان فريق برشلونه ضايع، يعني لاعب نصوح لاعب له وزنه لاعب
متكامل، يعني لما يغيب عن زملائه اكيد يكون تاثيره واضح بالفريق. واي نادي له طبعا، كل نادي مو مستحيل يكون كل اللاعبين بمستوى واحد استاذ عبد الجبار، يعني دائما في الابرز، في بارز، في النجم، يعني هذول لما يغيبوا اكيد حتى المدرب يقع باشكالات، حتى الفريق يقع باشكالات. ما وصلنا انه كل اللاعبين يكونوا 11 او عندك دكه احتياط جاهزه، خصوصا بالدوري السوري. يعني دائما التشكيله المستقره هي اللي تجيب، حتى لو نرجع لاغلب الفرق التشكيلات الثابته هي اللي تجيب نتائج افضل. يعني لما يصير غيابات اكيد يؤثر على الفريق بمباراه ومباراتين، يعني لاعبين لهم وزنهم، يعني بكل فريق عنده لاعبين ثلاثه يعني لهم وزن، حط هذول بس يغيبوا عن فرقهم اكيد يكون لها تاثير سلبي على النتيجه. نعم فعلا كابتن، والفائز او المستفيد من تعادل العملاقين الكرامه والجيش كان تشرين الذي انفرد كما ذكرنا بالصداره والوحده، الذي قفز لمركز الوصافه. نتحول الى حلب الشهباء، وفيها خرج فريقا حلب الاتحاد والحرية أحبابا بدون أهداف بعد مباراة متوسطة المستوى الفني. حقيقة أستاذ عبد الجبار تابعت المباراة شوطين، يعني الشوط الأول كان أداء يعني أقل من مقبول، يعني حقيقة لنكون واضحين، يعني مباراة لم ترتقي إلى مستوى نادي الحرية والاتحاد، يعني لم نشاهد سوى كرة من حرية اجت بالعارضة وكرة انقذها حارس حارس الاتحاد، يعني ما كان في شيء كأداء، كلعب جماعي، ك مثل ما نقول لمسات باص، يعني ما شفنا شيء هجمه مرسومه، غير يعني الاتحاد كان يعتمد على الكثافه وطابات طويله، والحريه كان يبدو انه المدرب خطط للخروج بنقطه ومثل ما يقولوا حصل على هالنقطه. الفريق الاتحاد مبين كان بتسرع على النتيجه بعد اخفاق بجولتين، كان يعني له انه يجيب نتيجه بشتى الطرق، فمشان هيك كانت مباراه اقل من مستوى، يعني سلبيه النتيجه والاداء مو على اسم الفريقين اللي تاريخ الفريقين واللاعبين اللي خرجوهم، كان لازم يكون المباراه فنيا احسن من هيك وافضل من هيك، بغض النظر عن النتيجه، يعني كان لازم يكون كاداء يليق باسم الاتحاد. يعني حقيقه الاتحاد بعد 3 جولات نقطه واحده، يعني يترك اكثر من علامه استفهام، وحريه ضيف، يعني ضيف قديم وجديد، يعني فريق يعني يبدو يحاول بالفتره الاولى يثبت مركزه افضل من انه يدور على النتائج الكبيره. نعم كابتن، لاحظنا الاتحاد كان الافضل ميدانيا تقريبا، لكن جعجعته كانت بلا طحين. نعم يعني الاتحاد كان يعني متسرع، يعني على شو اسمه، يعني من دفع زياده عن اللزوم بدون تخطيط، يعني كان مثل ما قلت لك، يعني كان يريد يفوز يعني بهالمباراه مشان يعيد الثقه لا 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 لجمهوره، يعيد الثقه لا 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 ادارته، يعيد الثقه لا لا، لكن كره القدم صاير علم، يعني بهالطرق ما راح يجي، مو بالتسرع ومو بالمهارات بس اللاعب الفردي، يعني ما شفت بكل مباراه غير هجمه مرسومه كانت من الاتحاد، يعني طابات عاليه ودفاع متحصن بالشو اسمه، دفاع حريه متحصن بمواقعه، يعني كان لازم يكون يعني بالشوط الثاني كان لازم تغيير طريقه اللعب، فك شفره دفاع الحريه، لكن يبدو انه لم يستطيعوا فك شفرة الحرية اللي خرجت سعيدا حقيقة بنقطة المباراة. فعلا خرج سعيدا، وجمهور الاتحاد لم يخرج سعيدا كما هو جمهور الحرية، طبعا في منظر لم نشهده في زمن الكورونا، حشد بالآلاف المؤلفة احتشدوا في افتتاح ملعب الحمدانية الدولي في مدينة حلب. الجمهور ترك نقطة استفهام كابتن عبد العزيز، هل توافد الجمهور بهذه الكثافة إلى الملاعب مسألة صحية؟ يعني حقيقة لو حكينا أكثر من مرة وأكثر من
يعني اكثر من مره حكينا انه حالي مو صحي، يعني يبدو حتى لو تتابع كل الانديه اللي حطها بطوله كل الانديه خلص، يعني في وباء، في وباء عالمي، يعني ما نحن مو اكبر من هالوباء، يعني الجمهور صحيح له نكهته له طعمه جيته كويس، كنا نتمنى انه ما يكون بهالزمن الكورونا، يعني حتى انا سمعت اكثر مره في قرارات 40% 30%، يعني شفنا ما شاء الله الملعب معبى، يعني في مرض، يعني لازم اتحاد رياضي يقف على هالنقطة. وفي نقطة ثانية كمان، يعني بصراحة في عدة نقاط سلبية لابد من ذكرها أستاذ عبد الجبار، يعني تفضل. يعني مو معقول، يعني مو معقولة، يعني العدد اللي ضمن الملعب يعني تقول بلكي في تقريبا 500 600 واحد بالملعب، يعني يا اخي ما لهم اي شغله بالملعب، يعني انا بعرف يعني المدرب والجهاز الاداري والجهاز الفني واللاعبين، يعني شو البقيه، يعني ملعب معبى عالم، يعني هذا ظاهر، يعني حتى لو يجي جول او اعتراض 15 واحد يفوت على 20، يعني هذا دوري ممتاز، دوري احترافي، عالم يتفرجوا عليها، يعني بدنا نتخلص من هالحالات، يعني هذا من ضروري. بعدها موضوع جمهور كورونا كمان، هذا المواضيع الثانية، يعني شو تستفيد انه وقفت، يعني يا ضمن الملعب يا وقفت على المدرجات، بالعكس على المدرجات بك تشوف المباراة احسن، بك تشوف، يعني خلاص له مدرب له شغله، يعني انت ايش لك او اللاعبين لهم شغل، يعني اللي ما له شغل شو يعمل بالملعب ما بعرف، يعني هلا الاتحاد السوري ما قدر يحل هالمشكله، يعني صراحه نحن نقول دوري احتراف ودوري ممتاز، يعني الروتين، يعني من 20 سنه هذا الحال، يعني تقريبا انا صار لي 30 سنه اتابع الدوري السوري، بصراحه استاذ عبد الجبار ما شفت شيء جديد، يعني نروح من هلا، يعني ما في بدنا تطوير اكثر من هيك استاذ عبد الجبار، يعني بدنا تطوير، بدنا المعنيين الواقفين على الرياضه يعني يفكروا ببعض الامور الضروريه، يعني بكل اسف، يعني ما في شيء جديد، يعني على المستوى الفني، على المستوى الانضباطي، على المستوى مثل ما يقولوا حكام، يعني حتى على المستوى التعليق كمان، يعني نعم، هي نقاط عديدة أثرت العديد من النقاط كابتن عبد العزيز، وهي بحاجة إلى معالجة سريعة وآنية من الاتحاد السوري لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بكثرة الحويصة داخل أرضية الميدان كما تفضلت. طبعا رغم أن الاتحاد اجتهد وعمد إلى إصدار بطاقات لكل من يتواجد في الميدان، ولكننا نشاهد فعلا على شاشات التلفاز كل من هب ودب في أرضية الميدان. على كل حال كابتن، نذهب إلى اللاذقية وفيها ابتلع الحوت نوارس جبلة. طبعا يعني فريق حطين كمان نفس فريق تشين عنده استقرار تدريبي، يعني المدرب صار له سنتين يشتغل مع فريقه، فريق العام الماضي أخذ الوصافة، لو كان شوي يتحسن وضعه كان احتمال ياخذ البطوله من تشين. فريق جبله يعني معروف من منذ مشاركته، يعني في من فرق الوسط، يعني من فرق الوسط واقل من الوسط، يعني كمان استطيع اقول لك نقطه بهالنقطه استاذ عبد الجبار، يعني خلال متابعتنا ما شفنا الانديه يتحسن، يعني دائما مبين، يعني جيش كرامي، وحده، حطين، يعني هذول اللي تصارعوا، الفرق البقية طليعة، حتى مثلا جبلة، الفرق الضيفة، يعني دائما اني كمان بالصف الثاني، يعني لا يعني هلا مثلا تابع كل الدوريات يصير عندنا اسماء جديدة ينافسوا، اقل شيء يعني بفترة اول الدوري، يعني مو معقول من اول دوري كمان، ففريق حطين كسب اللعبة، وفريق حطين عنده مثل ما قلت لك، يعني فريق مجتهد، صار له سنتين ثلاثه فريق مجتهد، يعني وله طموح انه يطلع اكثر من هيك، يعني اتوقع انه يخططوا لاحسن من هالنتائج، يعني نعم. كابتن عبد العزيز، هل يمكن ان ينافس فريق حطين على مقاعد الاولى في جدول الترتيب وبقياده الكابتن حسين عفش؟ والله يعني مبين انه هالسنه بده يكون في تنافس، يعني ما راح يكون مثل ما يقول فريق بده ينفرد، يعني اتوقع الكرامي والجيش والتشين وحطين، يعني حتى يعني احتمال اتحاد يدخل على الخط المنافسه اذا مثل ما يقولوا موضوع التدريبي، موضوع في عندهم بعض مشاكل اذا حلوها، يعني هالفرق بدها تكون بدها تمشي، بتكون ضمن المنافسه، فمن ضمنها فريق حطين
وكابتن حسين عفش يعني بده يكون من ضمن الفرق، يعني ما راح يتنازل على المراكز المتقدمه بسهوله، يعني اتوقع يكون من الفرق المنافسه ويكون مثل ما يقولوا ندله للانديه الثلاثه الكرامي والتشين والجيش. نعم، نتحول إلى حما وفيها حقق طليعتها الفوز الأول على حساب الحرجلة الدمشقي. يعني كلياتنا كنا نتوقع أنه حرجلة بحسب هالعقود وهالاهتمام أنه يكون أقوى من هالمركز، يعني بالأخص بعد 3 خسارات يعني، بس يبدو أنه البنية التحتية لفريق حرجلة يعني بلكي كانت فورة إعلامية، بلكي كانت يعني مثل ما يقولوا اهتمام، يعني خلينا نكون واضحين اكثر، يعني كل الفرق اللي تجي تكون ضيف، يعني هلا لو يعني كابتن عبد العزيز رغم كل الدعم، رغم عفوا على المقاطعه، رغم كل الدعم من ريف دمشق لهذا الفريق والانتدابات الكثيره وتولي المدرب فجر ابراهيم قياده الفريق وايضا انتداب الحارس ابراهيم عالمه الدولي في حراسة المرمى، رغم كل ذلك وحتى ان حرجلة يقدم مستويات مميزه لكنه لا يفلح بالتسجيل. استاذ عبد الجبار، قضية الدعم من اساسيات وعصب الكرة، لكن لما ما يكون عندك بنية تحتية، لما ما يكون عندك لاعبين متدرجين، لما ما يكون في يعني انسجام بين اللاعبين، يعني مو معقول تجيب بلكي تجيب ويدعش لاعب ومدرب وما يفلحوا، يعني الكرة بدها كثير امور، يعني مو بس انه والله فورة، يعني فريق العام الماضي تأهل، يعني بعدين الدوري السوري بالاخص الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، يعني مين ما كان يقدر يتأهل، يعني ما في صعوبة، انه هون المشكله الدوري السوري ما في صعوبه لما تتأهل لدوري الممتاز، يعني لازم يكون في صعوبه الى ما تتأهل، اذا ما هلا بكل سهوله اي فريق شوي يجهز حاله بدرجه ثانيه يقدر يتأهل، حقيقه هذا مشكله، يعني لازم يكون في صعوبه لتأهل مشان تحافظ تحافظ وتقدر تدخل بالمنافسه، يعني يجي بسهوله يلاقي صعوبات فيفشل. وثاني نقطه اقول صراحه، يعني 14 فريق على مستوى الدوري السوري اتوقع يعني كثير، يعني كثير، يعني لازم يكون عدد يقل العدد ويكون في عندك مثلا درجه ممتازه، درجه اولى، درجه ثانيه، ويكون في صعوبه الى ما تتأهل، ما يكون سهل، يعني هون كل فريق ما يجي على الدرجه الاولى، يعني واحتمال يعني هلا فريق حرجلة يرتب اوراق. نعم كابتن عبد العزيز، بصراحه الحديث كان ممتع مع الجوله الثالثه من الدوري الذي توقف للخلود للراحه الدوليه، وهي فرصه للفرق لترتيب أوراقها من جديد وتحسين والعودة من جديد بشكل أفضل. أشكر ضيفي من مدينة كيل الألمانية الكابتن عبد العزيز مخصو مدرب نادي أزادي كيل، كنت معي مباشرة من كيل. شكرا لك ولقناتكم ولكل المستمعين. شكرا لك، كما أشكركم مشاهدينا الأعزاء على كرم المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.